non-respiratory functions of respiratory system. Non-respiratory functions of respiratory system by دكتور خالد عبد الفتاح أبو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافضل.احلامنتدى.net وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه أبو الفضل تشانل. ما اجي اتكلم على non-respiratory functions of respiratory system يبقى في certain parameters احطها في دماغي. علشان يبقى الكلام سهل ارجع افكر ب اللي هو الفانكشنال ستراكشر اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. اما اجي اتكلم على الفانكشنال ستراكشر اوف ذا ريسبيراتوري سيستم، تكرار بيعلم مين؟ الشطار. يبقى الريسبيراتوري سيستم انا عارف ان في حاجه اسمها ايه. اما اجي اقول ريسبيراتوري سيستم كنت بقول ان في حاجه اسمها air conducting zone و respiratory zone. يبقى في air conducting zone و respiratory zone. ال air conducting zone وظيفتها انها air conduction، لكن ما فيش gas exchange عندها. زي ايه؟ زي ما قلنا النوس، حتى الاورال كافيتي يعتبروها كجزء بردك من الرسبيات لانها الاير انتري ممكن يعدي من خلال النيزو فارنكس والاورو فارنكس، اللارنكس، تراكية، ميجور برونكاي، برونكيولز، تيرمينال برونكيولز. يبقى سواء النوز زي ما قلنا، اورال كافيتي، فارنكس، نيزوفارنكس، اوروفارنكس، لارنكس، تراكية، برونكاي وبرونكيولز و التيرمينال برونكيولز. التيرمينال برونكيولز، كلام كويس. طيب اذا كانت ديت ريسبيرات اللي هي الاير كوندكتنج زون، قلنا بتعمل اير كوندكشن واذر فانكشنز اللي انا بقول عليها بقى ايه اللي هي النون ريسبيراتوري فانكشن، هناخدها جزء جزء ونتكلم عنها. والريسبيراتوري زون اللي اتفقنا ان هي عباره عن الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولار داكتس والالفيولار، دول بقول عليهم ريسبيراتوري زون، ودي الوظيفه الاساسيه زي ما بقول اللي هو الجاز اكستشينج. لكن لهم نون ريسبيراتوري فانكشن. يبقى انا رجعت وانا بتكلم دلوقتي قلت الفانكشنال ستراكشر لان على اساسه هفهم ايه هي النون ريسبيراتوري فانكشنز اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. يبقى انا لما اقول ان النوز جزء من الريسبيراتوري سيستم واقول ان انا عندي الاورال كافيتي كمان ممكن يدخل اير انتري من خلالها، يعني اعتبرها كجزء من الريسبيراتوري سيستم، اقدر اقول ان اول نون ريسبيراتوري فانكشن هي سميلاند تيست. وهلاقي حاجه اسمها الاولفاكتوري ريسبتورز، هلاقي حاجه اسمها الاولفاكتوري ريسبتورز موجوده فين؟ موجودة في النيزل كافيتي. كلام كويس. يبقى أول حاجة عندي النون ريسبيراتوري فانكشن اللي هي اللي أنا بقول عليها إيه؟ سميلاند تيست. طيب الواحد وهو بيعمل انسبيريشن واكسبيريشن بيخرج ووتر فيبر مع الاكسبيريشن ولا لأ؟ مع الاكسهاليشن ولا لأ؟ بخار مية. واخد حرارة الجسم. يعني أقدر أقول إنها مود اوف هيت لوس ان اكسبيريشن، يعني اقدر اقول انها بتشير ان ثيرمو ريجوليشن اللي هي الريجوليشن اوف بادي تمبريتشر. حتى في بعض الانيمالز اللي بنقول عليها بانتنج انيمالز، في مصطلح كده اسمه بانتنج انيمالز اللي هي animals without sweat glands، بتبقى الريسبيريشن انها تزود الريسبيريشن بتاعها
طريقة أساسية لتنظيم درجة حرارة جسمها، زي مين؟ زي الدوكس، زي الكلاب. حتى بنقول لي يلهث الثرى من العطش، من شدة الحرارة قاعد ينهك ويلهث. ليه؟ عشان يحاول يظبط درجة حرارة الجسم. لكن الحمد لله البني آدم عنده سويت جلاند و الثيرمو ريجوليشن از وان اوف ذا فانكشنز اوف ذا ريسبيراتوري سيستم، اللي هي النون ريسبيراتوري ان نيتشر. طيب بعض الناس يقول لك عنده ازمه حساسيه على صدره، بياخد ايه؟ بخاخه، في ايه؟ برونكو دايليتور، بيتاخد از انهاليشن. ده مش كده وبس، اما واحد يجي يتعرض لعمليه او حاجه بيحتاج اناثيتكس، تخدير ممكن باي انهاليشن. يبقى ميثود اوف دراج انهاليشن زي في حالات الايه، استخدام البرونكو دايليتور في حالات الازمه، وفي حالات الاناثيزيا لما بيستخدم الاناثيتكس. يبقى لحد دلوقتي ايه هي النون ريسبيراتوري فانكشنز اوف ذا ريسبيراتوري سيستم؟ ميلتس ميلاند تيست، ثيرموريجيليشن، دراج انهاليشن. طيب واحنا نازلين في سكتنا في اللارينكس، اللارينجيال اوبننج بقول عليها ايه؟ الجلوتس، زي ما واضح في الصوره قدامي كده، ديت كده، ده بقول عليها الايه؟ اللارينجيال اوبننج بقول عليها الجلوتس. واللارينجيال اوبننج كفرد باي فولد بيتقال عليه ايبي جلوتس، زي ما واضح في الصوره عندي كده. في توين انفولدنجز اوف ميوكاس ممبرين ستريتشد هوريزونتالي اكروس ذا لارينكس، فيه تو انفولدنجز بالشكل ده مشدوده هوريزونتالي اكروس ذا لارينكس، بقول عليها الفوكال كوردز، الاحبال الصوتيه. هذه الفوكال كوردز انرفيتد باي ذا فيجاس نير، يبقى اللي بيعمل لها انرفيشن الفيجاس نير، وهم عبارة عن زي ما قلت توين انفولدنجز، توين انفولدنجز. ماشيين ازاي؟ اوف ميوكاس ممبرين ستريتشد هوريزونتالي اكروس ذا لارينكس. ايه الفانكشنز of these vocal cords simply؟ they vibrate and modulate the flow of air being exhaled from the lungs during phonation. يعني اما الواحد يجي يتكلم كده بيحصل vibration، اهتزازات فيهم، و هذه ال vibrations in vocal cords هي مسؤولة عن حاجة اسمها ال voice production، يبقى مهمة في ال voice production. مهمة جدا في الفونيشن والارتكوليشن اوف سبيتش. عن طريق ايه؟ انها بتعمل changes in thickness, vibration and the position of vocal cords in the larynx. بيحصل لهم vibration اثناء ايه؟ ها؟ سبيتش. ده مش كده وبس، قال لك ايه؟ بيحصل لهم اوبننج ديورنج انهاليشن. انت عايز دلوقتي تعمل ريسبيريشن مثلا، اثناء الانهاليشن انت محتاج هواء يدخل، يبقوا اوبند زي الوضع ده كده اللي هو اتنين، الوضع ده يبقوا اوبند عشان لارينجيال اوبننج اللي هي جلوتس تبقى اوبند فالهواء يدخل. كلوزد هو ان هولدنج وان ذا بريس، يعني واحد عايز يكتم نفسه، واحد عايز يعمل فالزالفاز مانوفر فورس اكسبيريشن اجينست كلوز ذا جلوتس، هيعملها ازاي؟ يبقى محتاج يعمل ادكشن لهذه الفوكال كوردس، هتعمل كلوجر لمين؟ للجلوتس. والوظيفه اللي احنا قلناها كمان فايبريت فور سبيتش اور سينجينج، يبقى voice production، inhalation of air مهمة في ال holding of breaths، ومهمة في
السبيتش والسينج. كلام كويس قوي. يبقى لحد دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ تكرار بيعلم مين؟ الشطار. اول حاجة سميل اند تيست، ثانيا ثيرمو ريجوليشن، ثم دراج انهاليشن، ثم فوكال كوردز فانكشن. طيب يقول لك خلي بالك ده الوضع مش كده وبس، قال لك ده مهم في حاجة اسمها الاسيد بيز بالانس. واسيد بيز بالانس او البي اتش ريجوليشن، بلاد بي اتش ريجوليشن، از تو كيب بي اتش اوف بلاد كونستانت. واحنا عارفين من ايام زمان واحنا بنتكلم في الاسيد بيز بالانس، اللي بيتحكم في الاسيد بيز بالانس في ريسبيراتوري رول وفيه رينال رول وفي الكيميكال بافر. الريسبيراتوري سيستم مهم جدا في الريجوليشن اوف اسيد بيز بالانس لو حصل ديستربنس سببه ميتابوليك ديستربنس. يعني على سبيل المثال واحد عنده ديابيتس ميليتس وعنده ديابيتيك كيتو اسيدوز، عايزين نعمل بافرنج لهذا الاكسس اسيد، يبقى عن طريق الهايبر فنتيليشن. الريسبيراتوري سيستم يشتغل زياده فيحصل هايبر فنتيليشن، يعمل ووش للاكسس كربون دايكسايد فيعمل ايه؟ مانجنج للديستربد اسيد بيز بالانس. يبقى بتمنتين الاسيد بيز بالانس من خلال كنترول الكربون دايكسايد ليفل، زي في حالات ايه؟ الاسيدوزس يحصل ايه؟ هايبر فنتيليشن. ليه؟ عشان اتخلص من الاكسس كربون دايكسايد مع الاكسبيراتوري ايه. والعكس لو حصل ميتابوليك الكالوزس يحصل هايبو فنتيليشن، فالكربون دايكسايد يحصل له اكيوموليشن فيحاول يعمل نيوتراليزيشن للاكسس الكالوزس. كويس قوي. يبقى تاني التكرار بيعلم مين؟ الشطار. يبقى النون ريسبيراتوري فانكشنز لحد دلوقتي سميل اند تيست، ثيرمو ريجوليشن، دراج انهاليشن، فوكال كورد فانكشن، ثم الاسيد بيز بالانس. قال مش كده وبس، قال خلي بالك في حاجه اسمها الميتابوليك فانكشنز اوف ريسبيراتوري سيستم. زي ما هنعرف ان الالفيولاي بتسكريت بتسنسايز اند سكريت important structure بقول عليه surfactant. هذا surfactant تبدأ تصنيعه من during fetal life في last trimester. surfactantial lowering lipoprotein complex هنبقى نتكلم بعدين عنه in full detail. يبقى ديت metabolic function مهمة جدا للnormal function of the lung. مش كده وبس، ايام زمان واحنا بنتكلم في الاندوكراين جت سيره الانجيوتنسين 2 فورميشن، كنا بنقول رينين انجيوتنسين سيستم، وكنا بنقول ان اللنج مهمه جدا في وجود انزيم فيها اسمه كونفرتيز انزيم او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم في انه يحول لي الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. يبقى مهم جدا في تكوين الانجيوتنسين 2، وده غايه في الاهميه للريجوليشن اوف بلاد بريشر. ده مش كده وبس، ده الريسبيراتوري سيستم ممكن يعمل ريليز لميني كيميكالز. زي ايه؟ ممكن يعمل ريليز للبروستاجلاندنز، لانترلوكنز، لهيستامين، لسيروتونين، وكل واحد بالفانكشنز بتاعته. ده ممكن يعمل ريموفال لسيرتين كيميكال، زي ما بيعمل ريليز بريموف، زي ما دايما بنقول ايه اللي يقول لك بيقول عليك
اللي يقول لك ده فلان بيقول عليك كذا، تأكد انه من وراك هيقول عليك انك انت قلت. فنفس الكلام الريسبيراتوري سيستم زي ما بيعمل ريليز لسيرتين كيميكال بيريموف اذر سابستانس اور كيميكالز. زي مين؟ زي النور ادرينالين. زي مين؟ زي السيروتونين. يعني السيروتونين بيتصنع وبيحصل له ريموفال برضك بواسطة الريسبيراتوري سيستم. ده مش كده وبس، قال لك من الميتابوليك فانكشنز برضك ان بلاقي ان الريسبيراتوري سيستم ريتش ان حاجه اسمها الفايبرينوليتيك سيستم. واحنا ايام زمان بنتكلم في حاجه اسمها الهيموستيزيس، اتكونت الكلوت. في الاخر عايزين نكسر هذه الكلوت علشان ما نعملش فاردر ايه كلوت اند ثرومبس فورميشن. فكان في حاجه اسمها الفايبرينوليتيك سيستم. فالريسبيراتوري سيستم ريتش ان فايبرينوليتيك سيستم، وبالتالي شوف العظمه بقى ليه. علشان لو اي انترافاسكولار ثرومبس اتكونت يقدر يكسرها، يبقى تو لايز اني انترافاسكولار ثرومبس، يعني بروتكتيف فانكشن برضك وميتابوليك فانكشن. يبقى الميتابوليك فانكشنز بيعمل ايه زي ما قلنا؟ ممكن نتسال ايه هي الميتابوليك فانكشنز اوف ذا ريسبيراتوري سيستم؟ سينثسايز سيرفاكتانت، بتريليز بروستاجلاندين، انترلوكين، هيستامين، سيروتونين، بتاكتيفيت انجيوتنسين 1 وانجيوتنسين 2 في وجود انزيم اسمه الكونفرتيز، بتريموف سام سابستانس زي النور ادرينالين والسيروتونين، بتكونتين الفايبرينوليتيك سيستم فتعمل لايز لاني انترافاسكولار ثرومبس. كلام كويس قوي. طيب يبقى لحد دلوقتي تاني التكرار بيعلم مين؟ الشطار. قلنا سميل اند تيست كفانكشن نون ريسبيراتوري فانكشن للريسبيراتوري سيستم، قلنا سميل اند تيست، ثيرمو ريجوليشن، دراج انهاليشن، فوكال كوردس فانكشن، ثم اتكلمنا الاسيد بيز بالانس، ميتابوليك فانكشنز. الفانكشن اللي بعد كده حاجه اسمها بالمونري سيركوليشن فانكشن. بالمونري سيركوليشن فانكشن، علشان افهم هي يعني ايه بالمونري سيركوليشن فانكشن لوجيكالي اسال نفسي ايه هي البالمونري سيركوليشن اصلا. لو ادى الهارت عندنا اهو، وادى الرايت فينتركل خارج منه حاجه اسمها البالمونري ترانك، هيروح يعمل ينقل الدم لمين؟ لللانج، تو لانجز. جوه اللانج يحصل جاز اكستشينج، الدم كان جاي من الرايت فينتريكل واصل له من الرايت اتريا من خلال السوبيريور والانفيريور في النكيفه، كان الدم ليس اوكسجينيتد، بيدخل المصنع بقى اللي هيحمل الهيموجلوبين بالاكسجين اللي هو اللانجز، فيحصل جاز اكستشينج فيخرج من اللانجز البالمونري فينز. هذه البالمونري فينز على الرغم من انها فينز الا انها بتشيل ايه؟ مور اوكسجينيتد بلاد، توديه في اتجاه مين؟ توديه في اتجاه الليفت اتريوم. يبقى البالمونري سيركوليشن تبتدي منين؟ من الرايت فينتريكل، تنقل الدم اللي جاي لها من الرايت اتريوم في اتجاه البالمونري ترانك، ومنه لللانجز يحصل جاز اكستشينج، منه للبالمونري فينز، منه للليفت اتريوم. خلاص انا كده عرفت سيمبلي الليسر سيركوليشن او اللي انا بقول عليها البالمونري سيركوليشن. اقدر اقول ايه هي بقى الفانكشنز بتاعتها لوجيكالي سيمبلي، بيحصل فيها ايه؟ جاز اكستشينج،
كلام كويس. بيحصل ميتابوليك فانكشن، لان خلاص عدت على جيئة من كمان جوه اللانكس، هتعمل ريليز لحاجات، تعمل اكتيفيشن لحاجات. لسه كلام، متكلمين على الميتابوليك فانكشن حالا. ديفنسيف فانكشن، هلاقي فيه ايه؟ ماكروفاجز بتشير في الديفنس. ده مش كده وبس، it acts as a sieve، يعني زي منخل كده، to filter any blood thrombus. يعني متخيلين المنخل بيبقى الشكل ده كده، اي blood thrombus هتعدي هتحتجزها. وبلاقيها ريتش فين؟ في بالفايبرينوليتيك سيستم، فتكسرها. يبقى بروتكتيف فانكشن ولا لا؟ يبقى اكتس از ا سيف تو فلتر اني بلاد ثرومبس ريتش ذا هارت اند بريفنتس اتس باسج تو ذا ليفت سايد اوف ذا هارت اند سيستميك سيركوليشن. يعني بتعمل بروتكشن للليفت سايد اوف ذا هارت، ليها فانكشن غاية في الأهمية. It acts as a blood reservoir organ، بتخزن الدم. ولذلك during hemorrhage the pulmonary circulation constricts causing the blood to shift to important organs. يعني سبحان الله، يحصل hemorrhage أو bleeding أو في حاجة اسمها internal blood transfusion بيحصل، في حاجة اسمها blood reservoirs زي السكن، زي السبلين، زي الفينز، زي البلمونري circulation، زي splanchnic circulations. دول act as blood reservoirs، مخزن للدم، تحاول تعمل كومبنسيشن لللوست بلاد. يبقى البلمونري سيركوليشن فانكشنز تشمل حاجات كتير زي الجاز اكستشينج، ميتابوليك فانكشن، ديفنسيف فانكشن، اكت از سيف تو فلتر ان بلاد ثرومبس تو ريتش ذا هارت، ليفت سايد اوف ذا هارت، اكت از بلاد ريزرفوار. يبقى التكرار بيعلم مين؟ الشطار. لحد دلوقتي تاني بنقول ايه؟ ايه هي النون ريسبيراتوري فانكشنز اوف ريسبيراتوري سيستم؟ سميل اند تيست، ثيرمو ريجوليشن، دراج انهاليشن، فوكال كوردز فانكشن، اسيد بيز بالانس، ميتابوليك فانكشن، بلمونري سيركوليشن فانكشن. طب الفانكشن اللي بعد كده حاجه اسمها respiratory system defensive function. ناخد نفس عميق، لانها من الحاجات الفيتال الغاية في الاهمية. ايه هي defensive function او البروتكتيف functions المين؟ ايه هي البروتكتيف function of respiratory system؟ زي ما اتفقنا، انا قلت الاستراكشر بتاع مين؟ الريسبيراتوري سيستم. قلت عباره عن ايه؟ ابتدينا من النوز والاورال كافيتي والفارنكس واللارنكس والتراكية والمين برونكاي والبرونكيولز والتيرمينال برونكيولز، ثم انتقلنا للريسبيراتوري زون بدايه من الريسبيراتوري برونكيولز للالفيولار داكت ثم الالفيولار. كل جزء من دول له ديفنسيف فانكشن. لو بدانا بالنوز مثلا، هلاقي اول ديفنسيف فانكشن عندي هي ايه؟ اير كونديشننج. يبقى اول وظيفه عندي حاجه اسمها اير كونديشننج. النوز عامله زي مكيف، بيعمل ايه؟ بيعمل وارمنج اند مويستننج اوف اير، بتدفي لما يكون الجو ساقع ولا حاجه، بتدفي وبتلطف الهواء. واللي بيساعدها على كده ايه؟ انها ريتش
in blood supply و has large surface area فين؟ في النزل كافيتي. وبالتالي بتعمل prevention للباد effect of cold air on the alveoli. يبقى act as air conditioning. بتعمل warming and moistening of air. واحد يقول لي طب انا مش فاهم الكلام اللي انت بتقوله، اقول لك خلي بالك الحاجه بتتعرف بقيمتها لما تروح من قدامي. النزق مهمه؟ اه مهمه. طب اعرف اهميتها ازاي؟ مش هعمل الحاجه دي بس الاحظها مع الناس اللي مجبرين انهم ما يتنفسوش من مناخيرهم. زي ايه؟ لو حصل upper airway obstruction، اوقات بنضطر نعمل temporary or transient opening in the trachea inferior to the larynx ونعمل insertion للtube to allow air flow. العملية دي بقول عليها tracheostomy. واحد حصل ان ايه الابر ايروي حاجة سدتها وهيختنق وهيموت، نلحق نفتح له فتحة في التراكية وندخل تيوب. يعني معنى كده الهواء هيدخل من خلال هذه الاوبننج في التراكية. اي نعم عملت بروتكشن ومنعت الاسفيكسيا، ولكن خلي بالك بقى الانهيلد اير حصل له باي باسنج للنيزل كافيتي، وبالتالي بلاقي الهواء نط هيوميديفايد. ولو سيبنا الهواء يدخل بالطريقه ديت لمده طويله الميوكس ممبرين بتاع الريسبيراتوري تراكت هيقابله مشكله كبيره، هيبقى دراي وانكراستد ويعمل انفكشن ويتسبب في ريسبيراتوري تراكت انفكشن. وبالتالي البيشنت اللي بنحطه على افنتليتور والهواء يدخل له مباشره للتراكيه لازم الجهاز يتظبط بحيث ان الهواء يبقى فلترد ويوميديفايد بواسطه مين؟ هذا الفنتليتور، علشان امنع الريسبيراتوري تراكت دامج. يبقى ده سيمبلي حاجه بسيطه، شوف الفانكشن بتاعتها عامله ازاي. واحد يقول لك انا دلوقتي يعني لا الاقي اكل ولا اشرب، مرتب قد ايه، مش هيكفي، مش هيعمل، مش هيسوي. شيخ محمد حسان قال له حاجه بسيطه قوي. قال لك ايه؟ قال لك انا رحت ازور واحد معرفه في مستشفى غني قوي وربنا فتح عليه. قال له ايه الاخبار؟ قال له انا بيعمل نقل كليه لان عنده فشل كلوي. الكلية دي كلفتك كام يا عم الحاج؟ أيام زمان قال لك 100,000 جنيه. نعمة واحدة، كلية واحدة احتاج ينقلها ب 100,000 جنيه. شوف عندك كام كلية؟ كام رئة؟ كام عين؟ كام ذرة من جسمك لها فايدة؟ أدي النوز حاجة بسيطة ونشوف الفانكشن بتاعتها عاملة إيه؟ ونشوف لو الهواء ما عداش على النوز ديت تعمل كارثه ولا ما تعملش كارثه. يبقى البني ادم كله نعم ولا لا؟ يبقى اللي يصحى الصبح ربنا مديله الصحه، ما فيش جهاز متركب له علشان يتنفس منه، ده يبقى اغنى الاغنياء. يبقى ده اول حاجه عندي اللي هي الاير كونديشننج. طب تاني حاجه عندي حاجة اسمها بروتكتيف ريفلكسز. بروتكتيف ريفلكسز، البروتكتيف ريفلكسز زي ايه؟ زي حاجة اسمها سنيزنج ريفلكس. لما الواحد يدخل مكان كده وتلاقي فيه ريحة نفاذة جديدة الواحد يعطس، لو في اريتيشن للنوز ده بروتكتيف ريفلكس، بتخليك تتخلص من هذه الاريتانت سبستانس. طب واحد بقى ايه
قاعد اجري يا ابن ادم، جري الوحوش غير رزقك لن تحوش، قاعد يجري عايز يلحق يخطف لقمه عشان يشوف معرفش ورا ايه وعايز ايه، فبيشرب نقطه الميه، نقطه ميه صغيره دخلت على الجهاز التنفسي، ذره حته من الاكل نزلت على الجهاز التنفسي عملت اريتيشن للتراكيه. الجسم يتصرف ازاي؟ حاجه اسمها قف ريفلكس. لو حصل اريتيشن للتراكيه يبقى حاجه اسمها قف ريفلكس، يبقى في بروتكتيف ريفلكسز. قال لك خلي بالك من الرسمه قدامنا اهي، فيه في النيزوفارينكس والاوروفارينكس في ليمفويد تيشو، وده مهم جدا في الاميونيتي، يبقى ده بروتكتيف فانكشن ولا لا؟ بروتكتيف فانكشن. يبقى تالت حاجه عندي بريزنس اوف ليمفويد تيشو. رابع حاجة عندي حاجة اسمها لو في لارج بارتكلز اوف داست، على سبيل المثال اكتر من 10 مايكرو، شوف تسلسل الاحداث، لو الهواء مترب، الهواء شديد وكان في تراب شديد، النوز فيها نيزل هير، النيزل هير ديت بتعمل ترابينج للارج بارتكلز اوف فورين بادز علشان تمنع انها تدخل على الريسبيراتوري تراك. طيب حاجات بقى اقل من الايه، اقل من 10 مايكرون، ربنا حاطط اذر بروتكتيف ميكانيزمز زي حاجه اسمها الميوكس بلانكت. بلانكت يعني زي ايه؟ زي بطانيه، حاجه بتبطن، ميوكس ميوكس. يبقى definition of mucus blankets هي عبارة عن layer of mucus that cover the epithelial lining of the tracheobronchial tree. كلام كويس. طيب الميوكس بلانكت دي جايه منين؟ من الجوبلت سيل اللي بتاخد فيجاس نيرف سبلاي. طيب الميوكس بلانكت ديت الريت اوف سكريشن قد ايه تخيل؟ 100 مللي بير دي. طيب ايه وظيفتها؟ It prevents dust particles للزان 10 مايكرو to reach the alveolus. يعني لو انت عندك ادى الايه؟ البرونكيال تري مثلا اهي. في ميوكس بلانكت اهي. طب جه الدست هيلزق في هذه الميوكس بلانكت. يبقى بتبريفنت الداست بارتكلز اقل من 10 مايكرو تو ريتش الالفيولس، مش كده وبس، قال لك هي نفسها بتحتوي على اميونوجلوبيلين ايه. لو حصل مشكله في الفورميشن بتاعت الميوكس بلانكت ديت هتعمل كرونيك لانج ديسيز. يبقى لها بروتكتيف فانكشن ولا لا؟ لها بروتكتيف، سواء بتشيل الفورين بادي او سواء فيها الاميونوجلوبيلين ايه. طيب لو واحد يقول لي طيب يا دكتور بقى انت هتضحك علينا، طب لو قعد الفورين بادي الدست الدست يتكوم يتكوم يتكوم، طيب ما هيقفل البرونكيال تري. قال لك ربنا حاطط ميكانيزم غايه في الروعه اسمها الميوكو سيلياري اسكاليتور ميكانيزم. ايه الميوكو سيلياري اسكاليتور ميكانيزم ديت؟ هي عبارة عن wave of movement of cilia of respiratory mucosa. في سيليا هنا كده بتعمل wave of movement upward، بتعمل driving للميوكس with particles to pharynx to be expelled. يعني الدست جه لزق في الميوكس لايننج، مش لو سيبناه يتكوم هيقفل السك، السيليا بتاعت الريسبيراتوري ميوكوزا تقعد تتحرك علشان تعمل اكسبيلينج للميوكس وسبارتك لحد ما يوصل للفارنكس ومنه نخرجه للشارع. يبقى بروتكتيف فانكشن ولا لا؟ بروتكتيف. ولذلك لو حصل ان اي حاجه عملت انهيبيشن للميوكوسيليا ريسكاليتور ميكانيزم تعمل مشكله في البريثنج ولا لا؟ في الريسبيراتوري سيستم ولا لا؟ زي ايه؟ السيجاريت سموكينج، الهايبوكسيا، الجينال اناثيزيا،
الفنتيليشن اوف اكسجين اندر هاي بوزيتيف بريشر اللي بقول عليها هايبربريك اوكسجينيشن، وحالات الديهايدريشن، كل دول بيعملوا انهبيشن للميوكوسيليار سكاليتور ميكانيزم، كل دول بريديسبوزنج فاكتور تو ريسبيراتوري تراكت انفيكشنز. طيب قال لك بقى دكتور بقى، طب انت دلوقتي شويه تراب صغيرين قوي، حجمهم صغير قوي، فورين بادز صغيرين قوي، اقل من 2 مايكرو مثلا، وعدوا من الميوكس بلانكت، وعدوا من الميوكوسيليار سكاليتور ميكانيزم، ووصلوا للالفيولس. شوف العظمه بتاعت ربنا. ربنا مش حاطط فيرست لاين اوف ديفنس بس، ولا سكند ولا ثيرد ولا فورث، ولا ده قاعد كل حاجه لها كذا ديفنسيف ميكانيزم. فلو بفرض ان وصلنا بالدست اللي هو اقل من 2 مايكرو للالفيولس، في حاجه اسمها الفيولار ماكروفاجز، او يقولوا عليها الدست سيلز. الالفيولار ماكروفاجز او الدست سيلز دول عبارة عن لارج اميبويد سيلز بريزنت ان ذا الفيولار سيرفيس. بتعمل ايه؟ تعمل انجولفنج للدست بارتكلز اللي هم اقل من 2 مايكرو، اند كاري ذيم فيا ذا ميوكوسيليار سكاليتور ميكانيزم، او تكسرهم اور لايز بكتيريا باي ذير لايزوزومز. واحد يقول لي طيب يا دكتور دلوقتي كان الدست لئيم قوي، كان صغير قوي، قدر يعدي من الالفيولس ودخل على مين؟ على الانترستيشال سبيس او دخل على البلد. في ميكانيزم، قال لك في ميكانيزم فيه ماكروفاجز سواء في الانترستيشال او في البلد بتعمل ايه؟ فاجوسيتوزس لهذه الفورين بارتكلز، وتعمل لها ديستراكشن باي ميني سبستنس زي ايه؟ زي اللاكتوفيرين، زي الالفا 1 انتي تريبسين، زي الانترفيرون، زي كومبلمنت سيستم. ممكن تعمل ديستراكشن بالسيل ميدييتد اميونولوجيك ريسبونس، تدخل التي سيلز في الموضوع. شوف العظمة بتاعت ربنا في كل شيء بتدرسه. أبسطها زي ما بقول أهو، الـ respiratory system protective functions، قلنا air conditioning protective reflexes سواء sneezing or cough reflex، lymphoid tissue النيزل هير وبيعمل trapping للدست مولكيولز أكتر من 10 مايكرو، الميوكس بلانكت، الميوكوسيليار سكاليتور ميكانيزم، الالفيولار ماكروفاكس، والماكروفاكس سواء في الانترستيشيوم او في البلد. تو سامرايز الكلام اللي احنا قلناه النهارده، اتكلمنا على النون ريسبيراتوري فانكشنز اوف ذا ريسبيراتوري سيستم، عرفنا انها مهم جدا كسميل اند تيست فانكشن، ثيرمو ريجوليشن، دراج انهاليشن، فوكال كورس فانكشن، اسيد بيز بالانس، ميتابوليك فانكشن، بالمونري سيركوليشن، اند ريسبيراتوري سيستم ديفنسيف فانكشن. للتواصل عبر الموقع خافض دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل اتشانل.